طيب خلينا نفتح مع بعض إنجيل متى إصحاح 5. نفسي كلنا الأناجيل تبقى في إيدينا، لو ما لقيتش إنجيل قوم أو ارفع إيديك لفوق، خلي الإنجيل دايما مفتوح في إيديك. النهاردة خدمة هتكون طويلة وأنا بقول لكم من البداية، عشان كده محتاجين نركز ومحتاجين نقلع ساعتنا ونحطها في جيوبنا أو هنعدي طبق العطا ونحط كل الساعات. أوعدكم الأسبوع الجاي هنخصم الفرق، I promise، وإن كان الأسبوع الجاي بنفس الاتجاه يبقى الأسبوع اللي بعده. ولا أقول لكم يوم 2 فبراير هنخصم وقت كبير في الخدمة، I promise. النهاردة ليه بقول الخدمة هتاخد وقت؟ لأنه هيكون فيها تركيز على رؤية الكنيسة بصفة عامة، وفي نفس الوقت اللي جوه قلوبنا لسنة 2014 للسنة دي نحاول نحن نوضح الرؤية مع بعض. عشان كده نفتح إنجيل متى إصحاح 5 وهنقرأ أول 16 عدد من الموعظة على الجبل اللي هي بتشمل إصحاح 5 و6 و7. بص بعينيك على كلمة الرب وخلي الروح القدس يتكلم إليك، اقرأ الكلمة بتركيز وانتبه لتكرار الكلمات، انتبه للي عايز يقوله المسيح بصفة عامة في 16 عدد دول. إنجيل متى إصحاح 5 أول 16 عدد. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. أنا عايزك تبص، أنت معاك إنجيل عربي، الوقفات اللي فيه قد تكون أقوى من الإنجيل الإنجليزي، I hope. خد بالك الوقفة دي تعني معنى. لما جم قسموا الكتاب الوقفة دي الروح القدس بيكلمك فيها، ولما قسموا الكتاب لإصحاحات وآيات الوقفة دي ليها معناها. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، verse 5، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم،
لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال يخبوه، بل على المنارة المكان المرتفع في البيت فيضيء الجميع الذين في البيت. فليضيئوا نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. لما تيجي تراجع خدمة المسيح أو اللي بيحاول يعلمهن متى في إنجيله، لما تدرس كل إنجيل متى تجد أن إرسالية المسيح كان فيها خدمة للناس وكان فيها تجسد. تجد المسيح تحنن، تجد المسيح شفى، تجد المسيح اتضع. وإنجيل متى يكرر عدة مرات الكلمات دي: لما رأى الجموع تحنن عليهم إذ رآهم منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. متى أظهر أن خدمة المسيح فيها تجسد، حياة، حياة مش كلام، لكن كلام حياته بتشهد عن كلامه، بيقدم رسالة لكن في نفس الوقت هو موضوعها، حياة بتتحرك باستمرار ناحية الناس تقدم ليهم الحب والخير والحرية والشفاء. دي إرسالية المسيح. رب يسوع في إنجيل متى إصحاح 5 وعدد 14 الرب يسوع بيقول: أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل. You are the light of the world. بيقول a city set on a hill not be hidden. مدينة موضوع على جبل. مسيح بيشبه حياتنا. في مفتاح مهم جدا عشان تفهم التطويبات. المفتاح ده، بص بعينك على عدد 11. عدد 11 مفتاح لفهم التطويبات. عشان كده لما تيجي بتبص على التطويبات لابد تنظر ليها كوحدة واحدة. فأول 10 أعداد بيمثلوا الأساس لفهم عدد 11. بص بعينك على عدد 11 يسوع بيقول ايه بعد ما قال التطويبات. بص عدد 11 بيقول ايه. رب يسوع بيقول: طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة. ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ من أجلي. انت ممكن تشيل كل اللي في الوسط وتحط الآية دي بهذه الطريقة، كأن الرب يسوع بيقول طوبى لكم من أجلي. Blessed are you on account of me. فكأن البركات والحياة الشهيدة بصفة عامة في مثل التطويبات أو التطويبات اللي بيقولها الرب يسوع، كل هذه التطويبات هي من أجل، من أجل مين؟ من أجل المسيح. الحياة الشهيدة من أجل مين؟ الإنعام والبركات من أجل مين؟ من أجل المسيح، من أجل المسيح. عشان كده عدد 11 يخليك مفتاح، مفتاح تفهم من خلاله التطويبات في أول 10 أعداد. المسيح بيقول حياة المؤمن بيشبهها بمدينة، مدينة موضوعة في مكان مرتفع موجودة عند الجبل. ولما ترجع للجبل وتدرس حياة المسيح، الجبل دايما بيتكلم عن إيه؟ الاختلاء مع الله، حيث لا يرانا أحد، العشرة، عمق العلاقة. المسيح بيقول من أجلي شهادة عني أنا. إذن التطويبات هي من أجل إيه؟ شهادة عن المسيح. مش الحياة تكون
شاهدة في مرات كتيرة، نقرأ التطويبات لوحدها ونقرأ أنتم ملح الأرض لا، التطويبات المسيح بيقول إنها من أجلي، مفتاح آخر عشان تفهم التطويبات. بص بعينك على عدد 14 وبص بعينك كمان على عدد 16. المسيح في عدد 14 بيقول إيه؟ أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل. ارجع لكلمة موضوعة، الكلمة دي احنا بنتخيل انها كلمة عادية، لكن الكلمة دي مليانة عمق عشان تفهم التطويبات. لما ترجع للكلمة دي ست، ترجع للغة اليوناني كي اي مي، معنى كلمة موضوعة يعني بمعنى ايه؟ معنى كلمة موضوعة يعني معروضة على الملأ. مدينة موضوعة، هناك قصد موضوعة، هناك تعيين، قصد لحياتنا انها تكون ايه؟ معروضة على الايه؟ على الملأ، على الملأ. يعني كأن هناك يد، لما المسيح بيقول مدينة موضوعة على جبل، كأن هناك المسيح عايز يقول لك هناك يد عينت مكان هذه المدينة، مكان هذه الحياة. أينما أنت كنت موجود كمؤمن أنت موضوع من قبل المسيح، في عملك، في بيتك، في الشارع، مع عيلتك، مع أصدقائك، في الكنيسة. معنى موضوعة أنه في هذا المكان بالذات ربنا وضعك، وكأن حياتنا حتى لما ترجع لمعنى كلمة موضوعة، كأن حياتنا بالضبط المسيح بيقول عاملة زي البضاعة اللي موضوعة في فترينة محل، موضوعة معروضة على الملأ. يا إما البضاعة تجذب الناس أن هم يدخلوا جوه المحل، يا إما تخليهم يمشوا. مش كان رب اليوم يقول مدينة موضوعة على جبل؟ كأن حياتنا المسيح بيقول لدينا ما نقدمه للآخرين، عندنا. لما ترجع لمعنى الكلمة دي موضوعة، كي آي مي، الكلمة دي ليها جذر، ليها جذر. تس اي مي، ما همكش بالكلمات اليوناني، بس أنا عايز أقولك الكلمة دي تعني إيه؟ معروضة على الملأ، لكن جذر الكلمة بيقولك بالنيابة عني. حياتنا هي بالنيابة عن مين؟ المسيح. شوف الكلمة الصغيرة دي معروضة، يعني الغرض، المسيح بيقول الغرض من حياة المؤمن انها تكون شاهدة، او انها تكون بتمثل، او ان انا اينما تواجدت انا موجود بالنيابة عن المسيح. اشكال المسيح بيقول لا يمكن ان تخفى مدينة ايه؟ موضوعة على جبل، يعني معناها ان هناك حاجات بتخفي ايه؟ حياتنا أو شاهدته فينا. فأنا في حياتي أنا لا أتحرك ولا أعيش ولا أخدم بعيدا عن هذا الفهم، إنه مجد المسيح بيستعلن، أردنا أو لم نريد مجده يستعلن من خلال حياتنا. إذن هناك توقعات وانتظارات من المسيح في حياة المؤمن. عشان كده التطويبات أول 10 أعداد المسيح بيقول كل هذه التطويبات، كل هذه الإنعام والبركات في حياة المؤمنين، طوبى لكم إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ من أجلي، من أجلي، من أجله هو. Blessed are you on account of me. عشان كده عدد 16 بيقول فيه إيه بقى؟ فليضيء نوركم هكذا ايه؟ قدام الناس، لكي يروا اعمالكم الحسنه ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. ايه اللي بيقول الرب يسوع؟ بيقول القصد من مسيحيتنا ان يراها
الآخرون، مش إن إحنا نيجي كل حد وكل جمعة نتعزى في الكنيسة ونروح. أمر أبعد من كده بكتير. لم يعطيني الحياة الأبدية حتى هذه الحياة والعشرة والغفران والعلاقة معه، حتى تتوقف هذه الأمور عند حدود أقدامي وبيتي وعائلتي واحتياجاتي وأنا وأنا وأنا. معنى كلمة طوبة بليسد في اللغة اليونانية، كثيرين مننا عارفينها، مكاريوس، اللي بنقول كلمة منها بنقول كلمة مقار، ها؟ بنطلق الأسماء دي على الناس، مكاريوس ومقار، طوبة بليسد. ايه معنى كلمة دي؟ المسيح بيقول طوبة لهؤلاء الذين لهم نعمة من الله بغض النظر عن ظروفهم وأحوالهم. بيقول هم المنعم عليهم، بمعنى هؤلاء المنعم عليهم هم الذين تظهر من خلال حياتهم صفات وطبيعة شخصية الله. مش يرجع بعد كده يقول أنتم نور إيه؟ العالم. هذه البركة، ده سبب الإنعام. طوبى لكم، أنتم منعم عليكم. لماذا؟ لأنه فيكم، فيكم تظهر طبيعة شخصيتي. يعلم العالم من أنا، يعلم العالم من هو أنا وخلاصي ومحبتي وشفائي وغفراني من خلال جسدي، من خلال كنيستي، من خلال أولادي. إحنا الفترينة اللي المسيح بيظهر من خلالها حياتنا، حياة المؤمن. مشكلة المسيح بيقول طوباكم. ليه التطويبات؟ بيقول طوباكم ليه؟ لأن صفاتي، صفاتي، صفاتي بتظهر فيكم للناس، وكأن هو ده انتظاري. هذه البركة، هذا الإنعام علينا، هذه السعادة الروحية تظهر فينا شخصية المسيح. والرب يسوع في إنجيل لوقا إصحاح 17 وهو بيتكلم مع الفريسيين بيقول لهم ملكوت الله إيه؟ داخلكم، ملكوت الله داخلكم، احنا فينا ملكوت الله، المسيح موجود فينا، الناس بتشوف فينا ربنا. الناس بتشوف ربنا فينا. هذه البركة الحقيقية. هذا هو الإنعام في حياة المؤمنين، إن الناس بتشوف فيا أنا، أنا. بتشوف فيا شخصية ربنا. تصدق إن ربنا حي. طوبى، المسيح بيقول طوبى، يا لسعادة النفوس المنعم عليهم والذين فيهم أو داخلهم حياة الله، طبيعته، صفاته. بيقول هؤلاء، هؤلاء هم الممتلئين، هؤلاء هم الشبعانين، وشبعهم ليس له علاقة بظروف الحياة مطلقا، مش علاقة بظروف الحياة. لكن هذا الشبع، هذا الشبع هو شبع داخلي. السبب وراء انه داخلي وليس السبب من وراء انه خارجي. سكن المسيح في الحياة. عشان كده لما تفتكر انجيل لوقا اصحاح 1 لما الملاك جبرائيل ظهر للمطوبة العذراء مريم قال لها ايه؟ قال لها سلام لك ايتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت. ليه بتقول لها الكلام ده؟ بسبب فقرها؟ بسبب المدينة اللي كانت موجودة فيها العذراء مريم، لأنها من الجليل ولا لأنها من الناصرة؟ عذراء فقيرة بسيطة، لكن أنعم عليها، أو الرب قال لها المنعم عليها، لأنها كانت ستحمل بالإله، لأنها تكون هي مين؟ أم الإله. هذه البركة، لأنه حياة الله فيها، حياة المسيح فيها. عشان كده الإنعام مش كده وبس. في إنجيل لوقا إصحاح 1 لما تقابلت مريم مع إليصابات، الكتاب يقول ارتقد الجنين فيها. ليه؟ لأنه المسيح موجود في المطابعة العذراء مريم.
يوحنا المعمدان ارتقب في بطنها وامتلأ بالروح القدس بسبب حياة الله اللي موجودة في مريم، وهكذا في حياة المؤمنين، هكذا في حياتي وفي حياتكم. كلمة طوبة مقاريوس أو يلا الإنعام مش معناها الإنسان المطوب هو الإنسان السعيد بمفهوم العالم، لا. ليه؟ لأن كلمة السعادة في العالم في مرات كتيرة، كلمة السعادة في العالم بترتبط بالظروف، وعند بعض الناس بيبقوا سعداء لأن هم لعبوا في اللوترية وكان هناك ضربة حظ وكسبوا، ده سبب السعادة. السعادة في العالم مرتبطة بالظروف. لما ترجع لكلمة happy في اللغة الإنجليزية حتى مكونة من جزئين هاب، لكن كلمة هاب مكونة من فعل تاني اسمه ايه؟ happen. ها؟ شيء حدث. فالسعادة في العالم قد ترتبط بالصدفة، لكن أيضا قد ترتبط بظروف معينة ممكن تعمل في صالح الإنسان. هكذا يفكر العالم في معنى السعادة، لكن الكتاب هنا أو المسيح لما بيتكلم عن التطويبات بيقول الإنسان يصبح سعيدا أو يصبح مطوبا منعم عليه بسبب حياة الله فيه. هذا هو سبب الإنعام. ربما في تذمر كتير في حياتك وبتتكلم كتير وبتفكر بأفكار سلبية، بس انت غير مدرك انك انت منعم عليك. انت انسان مبارك. ليه؟ لان حياة الله موجودة فيهم. عشان كده الرب يسوع بيقول هؤلاء المنعم عليهم، هؤلاء هم لهم البركة الروحية، المطوبون هم هؤلاء الذين يسكن الله في حياتهم، وهذه السكنة هي التي تعطي معنى الشبع الحقيقي في حياتهم. هو ده السر امتلاءهم، هذا هو السر وراء شبعهم، رضاهم، سلامهم، حضور ربنا فيهم. عشان كده الانعام علينا روحيا، البركه. لما ترجع بقى للتطويبات، عشان كده كنت بقف وقفات في القرايه. ليه كنت بقف وقفات؟ الرب يسوع يقول طوبى للمساكين بالروح، وبعدين ايه؟ لانهم يتعزون. طوبى للحزانه لأنهم يتعزون. لما تيجي تبص للصفات دي، لما تيجي تبص للتطويبات، تفهم أن هذه التطويبات هناك شروط لحدوثها في حياتنا. بص بعينك كده على إصحاح 5 وعلى 3، شوف الرب يسوع بيقول ايه. بيقول طوبى، سوف ينعم على هؤلاء. مين هم يا رب؟ ايه هو الشرط؟ البركة دي جاية لمين؟ ايه الشرط؟ قال لي إيه؟ للمساكين بالروح. الإنعام ده لمين؟ للمساكين بالروح، the poor in spirit. فكأن يسوع، بص يسوع بيشبه إيه أو بيقارن إيه؟ بيقارن المساكين روحيا بالفقراء والمساكين اللي عايشين في العالم، النفوس اللي موجودة في قاع المجتمع، الجائعين الخبز، لقمة العيش. المسيح بيقارن حياة المؤمن بالفقراء اللي ملهمش معونة، من هم في فقر حقيقي ضرب جذوره في حياتهم. لكن يسوع في التشبيه ده بيقول إن الفقر الشديد العميق ليس هو شدة الحاجة للطعام الذي يشبع الجسد، إنما مسكنة هؤلاء هو لما يشبع الروح. المساكين بالروح، poor in spirit. إذن من هم المساكين بالروح؟ زي ما بيقول يسوع، يسوع بيقول المساكين بالروح هم هؤلاء المدركين لعمق احتياجهم الروحي، وليس لشيء آخر في الحياة. يسوع بيقول هؤلاء اللي أدركوا عمق احتياجهم لربنا، قال هؤلاء منعم عليهم، هم دول المنعم عليهم. فكأن البركة هي لكل إنسان أدرك عمق احتياجه ربنا، إنه ما يقدرش يعيش من غير ربنا. عشان كده المسكين بالروح بحسب كلام يسوع، كنوز العالم لا تشبع نفسه. المسكين بالروح ليس هو الفقير مادياً، لكن هو من يشعر بحاجته ربنا.
مسكين بالروح، إنسان لا يكتفي لكنه يريد أكتر من ربنا، more of God، جوع وعطش لربنا كل يوم، عايز تعرف ربنا أكتر، عايز تحبه أكتر، عايز تفهم كلمته أكتر. هناك اشتياقات باستمرار جوه روحك وحياتك، هي دي المسكنة بالروح، إنك تدرك حاجتك لربنا. يسوع بيقول يلا بركة هؤلاء، بيقول ملكوت الله قد أتى إليهم لكي يسد إعوازهم الروحي. هؤلاء مباركين لأن في جوع وعطش في قلبهم للعشرة والعلاقة مع ربنا. هؤلاء اللي مش بيتركوا يوم واحد بدون ما يقروا كلمة ربنا. هؤلاء اللي كل يوم راكعين على ركبهم بيصلوا، بيصلوا من أجل أنفسهم، بيصلوا من أجل الآخرين، عايزين أكتر من ربنا، عايزين يعرفوا السنة دي أكتر من السنة الماضية. هذه المسكنة. مش كده بالمفهوم ده. كم واحد فينا مسكين النهاردة؟ يسوع بيقول طوبى للمساكين بالروح. ايه السبب يا رب؟ ايه سبب البركة؟ يسوع يقول المسكنة، الاحتياج، عمق احتياجهم. ليهم ايه يا رب؟ الرب يقول ليهم ملكوت السماوات، ليهم حياة المسيح، حاضر في حياتهم ربنا، حاضر في حياتك، أينما تحركت، أينما تكلمت، مهابة ربنا موضوع عليك في عملك، النفوس بتخاف منك بالرغم أنك أنت ربما في مركز قليل داخل عملك، لكن حضور ربنا بيغطيك، بيضع عليك من مهابته، الناس بتسمع ليك، الناس بتحترمك، الناس مشتاقة تقعد معاك. ليه؟ ربنا موجود فيك، ربنا حي، حي وظاهر، ظاهر واضح، مدينة موضوع على جبل، الأبدية والقوة والسعادة والإنجيل موجود في قلوبهم من الداخل. بص بعينك على عدد 4، شوف يسوع بيقول إيه. بيقول طوبى للحزانة، those who mourn، لأنهم يتعسون. مش الحزانة على موتاهم، لكن بيتكلم الحزانة على خطاياهم وخطايا الآخرين، الحزانة اللي كل يوم في توبة في قلوبهم، في تبكيت للروح القدس كل يوم في قلوبنا. آخر مرة توبنا فيها امتى؟ أنا بارح طول النهار عمال أتوب قدام ربنا، حابس على نفسي الأوضة طول النهار، خرجت بالليل الساعة 8:30 لما كلمتني، كنت قاعد قدام الرب أتوب على موقف وأرجع أتهاجم بيه، أتوب على موقف وأرجع أتهاجم بيه. رب يسوع بيقول طوبى للحزانة على خطاياهم وخطايا الناس المحيطة بيهم. بيقول هؤلاء يتعزون، هؤلاء يختبروا غفران الخطايا، ربنا يغفر ليهم، ربنا يديهم الرحمة. بص بعينك على عدد 5، بيقول طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. Blessed are the gentle for they shall inherit the earth. تيجي تفكر في معنى كلمة الوديع أو متضع القلب، هو عامل كالشخص المعتدل. يعني إيه؟ هناك شخص باستمرار بيغضب، بيغضب على أتفه الأسباب، بيغضب على كل شيء، وهناك شخص آخر جبان جواه خوف، ما عندوش ردود أفعال، ما بيغضبش، ما بيغضبش خالص. لكن ليست هذه هي الوداعة، لا هي أغضب بلا سبب ولا هي أني ما أغضبش نهائيا. لكن لما ترجع لكلمة ربنا، الكتاب وصف يسوع أنه وديعة في زكريا 9:9، رسالة بطرس الأولى، وإحنا بنتكلم على شخصية المرأة صح 3، كان بيكلم على زينة الروح الوديع الهادي. كتاب بيكلم عن الوداعة. يسوع مع أنه قوي لكن ردود أفعاله باستمرار كان متحكم فيها. هذه هي الوداعة. حينما جاءت المرأة النازفة، الوداعة هي القوة المتحكم فيها.
حينما جاءت المرأة النازفة من الخلف ولمست المسيح، الكتاب يقول يسوع وقف وقال إيه؟ من لمسني؟ التلاميذ اتجننوا، الجمع يصحمك وأنت تقول من لمسني؟ ورد الرب يسوع قال لهم شعرت في نفسي لأن قوة خرجت مني. هي دي الوداعة، القوة المتحكم فيها. يسوع كان وديع. سفر الأمثال يقول مالك روحه خير من فاتح مدينة. الرب يسوع بيقول هؤلاء الودعاء، بيقول عنهم ان هم يرثون الارض. لما تيجي تبص على شخصية يسوع، الكتاب كان بيصفه باستمرار، المسيح كان لا ينتقم ولا يخاصم ولا يرفع صوته ولا يأخذ ما ليس له او ما يراه هو بالقوة. كانش عنده مبدأ القوة في التعامل، كانش فيه القوة الغاشمة. الوداعة هي القوة المتحكم فيها. اشكال الوديع له الوعد من ربنا انه يغلب، يغلب بالمحبة وليس بالخصام، يغلب بالاتضاع وليس بالعداء، ليس لا يحصل على ما يراه انه من حقه بالقوة. مش هو ده الانسان الوديع؟ ليه؟ لان اللي بيتعامل بمبدأ القوة، الكتاب بيعلمنا ان مبدأ القوة نابع من نتيجة الكبرياء. يسوع بيقول طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض. أذكرك تاني بعدد 11 والمسيح بيتكلم عن التطويبات. المسيح بيقول طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي. من أجلي المسيح في مثل التطويبات بيقول إنه حياتنا البركة، البركة والإنعام علينا باستمرار من الله. ليه؟ لأنه الله يريد لحياتنا أنها تكون شاهدة، حياة باستمرار تعكس شخصية المسيح، صفات شخصيته، والوداعة صفة من صفات شخصية المسيح. طوبى، عدد 6، الإنعام والبركة لمن؟ لمن يا رب؟ لليهم أي صفة؟ البركة لمين؟ قال الجياع. البركة لمين؟ للعطاش إلى البر، إلى البر، لأنهم يشبعون. هناك وعد ببركة. الإنسان اللي بيغضب على الخطية، الإنسان اللي بيرفض الخطية باستمرار في حياته، الإنسان اللي عطشان باستمرار للبر، البر بيتكلم على حياة الاستقامة، حياة المسيح، حياة القداسة. الإنسان اللي عايز يعيش باستمرار بحسب قلبه، الإنسان اللي عايز يتشبه بالمسيح، الإنسان اللي عطشان باستمرار لملء جديد من الله في حياته. ولما ترجع لكلمة طوبى للجياع، ده بيكلم، ده verb in the present tense، طوبى للجياع، فيها continuation. اللي جعانين باستمرار لربنا مش مجرد انتعش في اجتماع وتعزى وبعد كده عاش بقية السنة نايم، لا لا، ده في استمرار، في جوع وعطش باستمرار. هؤلاء النفوس الله بيعد انه ايه؟ انهم يشبعون، يشبعون. ولما بيتكلم على الجوع، انا وانتم باستمرار بنجوع، عشان كده بناكل. الجسد ده بيجوع، بيبقى عايز طعام، بناكل. لكن يسوع بيقول هكذا بركه لهكذا للجائعين باستمرار لله، من يشتاقون باستمرار للحضره الالهيه، يشعروا بفقرهم الروحي. المسيح بيقول هؤلاء لهم الشبع الروحي. الشبع الروحي، النفس الشبعانة، كتاب يقول ايه؟ النفس الشبعانة ايه؟ تدوس العسل. ولكل نفس جائعة كل مر حلو. النفس الشبعانة، الناس بيشوفوا فيك الشبع، الناس بيعرفوا انك انت content، الناس بيعرفوا انك انت مليان بالمسيح. ما فيش شيء يهزك، في شيء يأثر عليك، مش كده؟ حياتك، حياتك باستمرار بتشهد عن المسيح. عدد 7، طوبى للرحماء لأنهم، الكتاب يقول لأنهم يرحمون. من أهم ما يميز المسيحية الرحمة،
اللي احنا كنا بنسبح لها. الرحمة دي صفة للنفوس اللي ليهم شركة مع الله، شركة مع المسيح. ولن أرحم الآخرين إن كنت أنا غير مدرك داخلي إن أنا منعم عليا بالرحمة، إن الله بيرحمني، الله بيعاملني بالرحمة، الله بيعاملني بالتحنن، الله بيعاملني بالحب. ولأن الله بيعاملني بهذه الطريقة، ربنا عايزني أنا أيضا أعامل الآخرين بنفس الطريقة. رحمة ربنا في حياتي تظهر نتائجها في حياتي الشهيدة، في علاقتي مع الآخرين وأعمال الرحمة اللي بقوم بيها. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. لكن لو أنا مش برحم الآخرين يبقى أنا معناها أنا غير مدرك لنعمة ربنا في حياتي، رحمته معايا، محبته، غفرانه ليا، اهتمامه بكل احتياجاتي الروحية والجسدية. عشان كده ده اللي بيحركني ناحية الناس، أني أرحم وأني أغفر وأني أشجع وأني أظهر شخصيته وأشهر وأظهر قلبه للناس. متى 6:8، طوبى للأنقياء القلب. طوبى للأنقياء القلب. المسيح بيقول ليه؟ لأنهم يشبعون، أنقياء القلب. النبي صمويل في صمويل الأولى أصحاح 15 وقف الرب بعته عشان يمسح ملك من أولاد يسة، وقف قدام الياب وانبهر بشكله الخارجي. الرب اتكلم مع صمويل قال له الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فهو ينظر إلى القلب. ربنا ما بيهموش كل اللي احنا بنعمله من بره، ربنا ما يهموش وقفتنا الوديعة الله بيبص على القلب من جوه، قلبنا من جوه. عشان كده يقول طوبى للأنقياء القلب، بينظر لقلوبنا من الداخل. الله بينظر للصدق والبساطة، الله بيبقى واضح قدامه حياة الغش أو الرياء. الكتاب بيقول إنه الله بيهتم باستمرار إن قلوبنا تكون قلوب نقية خالية من الخطية ومن الزيف. الله بيقول، يسوع بيقول لهؤلاء إنعام الله عليهم، البركة لهؤلاء، هؤلاء اللي بيهتموا باستمرار إن حياتهم تكون نظيفة من جوه. أنا ماليش دعوة بالناس، أدربوا، بولس يقول أدربوا، لذلك أدرب أنا نفسي أن يكون لي ضميرا بلا عصرة من نحو الله والناس. يعني يا بولس امسح الإزاز من ناحيتك، مالكش دعوة بالإزاز من ناحية الناس. اهتم باستمرار بنقاء قلبك. لهؤلاء أنقياء القلب إنعام الله عليهم برؤيته. الله بينظر الرؤيته بتبص للقلب، للحياة الواضحة، الحياة الواضحة. بص كده بعينك على عدد 9، كل الكلام ده التطويبات، ما تنساش يسوع بيقول من ايه؟ من اجلي، من اجلي، من اجله. كل انعام في حياتنا، كل بركة بنختبرها من الله، كل عمق بندخل فيه في العشرة والعلاقة مع الله، هدف الله ان يغيرني، لكن هدف الله ان يستعلم من خلال حياتي وانه يتمجد، وانه الاخرون يروا في يسوع. عدد 9، طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون. بيس ميكينج، صانع السلام دول ليهم سلام المسيح، سلام المسيح. ربنا عايزني اقدمه للاخرين. صانع السلام مش الاقي اتنين بيضربوا بعض اقول له اقوم احوش، لا 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 لا، سلام المسيح، السلام اللي انت اختبرته، المصالحة مع الله، غفران خطاياك، الحياة الأبدية اللي انت نلتها في المسيح بسبب موته وقيامته من أجلك. هذا السلام اللي انت حصلت عليه، سلام في قلبك، سلام مع الله، سلام مع الآخرين، هذا السلام اللي انت بتقدمه للناس، رسالة المسيح. سلام. طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. إنسان فاضل قعد معايا الحد اللي فات وكان بيبكي ليه؟ بيبكي لأنه بيصلي من أجل 2 في العيلة،
بيبكي بيصلي من أجل اثنين في العيلة، بيقول لي مش عايز أترك الأرض قبل ما أشوفهم إيه تصالحوا مع الله. سلام المسيح كان في قلبهم، المصالحة، طوبى لصانع السلام، لأنهم أبناء الله يدعون. لما الإنسان هيدخل في قلبه سلام المسيح هيتمكن أنه يتصالح أيضا مع الآخرين، لأن الله صالحنا مع أنفسنا وصالحنا معاه وأيضا صالحنا مع الآخرين. كل التطويبات اللي احنا بنتكلم عليها، إنعام الله علينا مشروط بالطاعة، وفي نفس الوقت مشروط أننا نفهم أن كل بركات في حياتنا هي من أجل الآخرين وليس من أجلنا احنا فقط. لكن في مرات كتيرة احنا بنعيش من أجلنا احنا فقط، في مرات كتيرة بنكون مشغولين بنفسنا احنا فقط، في حين تعليم كلمة ربنا بيقول لا، البركة في حياتنا مش من أجلنا نحن فقط، لكن من أجل الآخرين، أجل الآخرين، آخرين اللي بنتقابل معهم في حياتنا اليومية. إنعامه علينا، حضور المسيح فينا بيشهد فينا، بيشهد فينا، بيشهد عن نعمة وجود المسيح في حياتنا. مش كده لما بنبقى مشغولين، المدينة دي اللي موضوعها الجبل، لما بنبقى مشغولين بنفسنا بنحرم الآخرين من إن هم يشوفوا إيه؟ شوفوا المسيح في حياتنا. مش كده المسيح بيقول أنتم نور العالم، عدد 10 متى 5:10، طوبى للمطرودين من أجل البر لأنهم لهم ملكوت السماوات. المسيح بيقول كل من لهم التطويبات سيكونون مبغضين أو معرضين للأذى في العالم، خاصة النفوس اللي بتبشر بالإنجيل. تيموثاوس الثانية صح 3:12 كلمة ربنا بتقول وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع تهدون. ممكن تضطهد من بيتك، من عائلتك، من الناس، ممكن تضطهد في عملك بسبب حياتك، ممكن تضطهد في وسط العيلة الكبيرة، لكن المسيح بيقول لهم ملكوت السماوات. بيتكلم بيقول هؤلاء ليهم البركة للمطرودين، ليس بسبب سبب آخر، لأي سبب آخر، لكن بسبب المسيح اللي موجود فيهم، بسبب من أجل المسيح، مضطهدين من أجل التمسك بالحق. هؤلاء اللي they do not compromise، اللي مش بيقفوا في النص في حياتهم، اللي مش ساعة مع الرب، ساعة لقلبك وساعة لربك، لا لا، اللي حياتهم واضحة، حياتهم ليها صفات وملامح واضحة ان هم من اتباع المسيح المتشبهين به. سلوكهم مختلف، كلامهم مختلف، نظراتهم مختلف، مش كده؟ بالتالي حياتهم بتقرب الناس للمسيح ولا تنفرهم منه. فاكرين غاندي لما بيقول لولا المسيحيون لوددت أن أكون مسيحيا. أحبائي، الموعظة على الجبل ليست هي كلمات شعر، وإن كانت أعظم من كلمات الشعر فقط، لكنها كلمات المسيح لينا، والتي فيها الموعظة على الجبل المسيح فيها يعبر عن انتظاراته من حياتي أنا كمؤمن. هي دي التطويبات، وإحنا أخذناها ودخلنا بيها لأعماق كثيرة في الوعظ. ملخص كلام الموعظة على الجبل التطويبات، الرب بيقول القصد، القصد اللي بيقول المسيح، القصد من مسيحيتنا أن يراها الآخرون فيقبلوا إلى الله لكي تتغير حياتهم. مش كده بيقول أنتم نور العالم؟ هو ده القصد من المسيحية، القصد من المسيحية إن حياتي، حياتي تثير التساؤل عن الناس، يكتشفوا إن فيها شيء مختلف، يعرفوا إن هو ده المسيح فيأتوا إليه ويحصلوا على الخلاص وحياتهم تتغير بسبب حياتي، بسبب حياتك وحياتك. هو ده القصد من التطويبات.
احبائي العالم اللي احنا عايشين فيه بيمدح الجمال، العالم اللي احنا عايشين فيه بيمدح الغنى، العالم اللي احنا عايشين فيه بيمدح القوه، لكنك لما ترجع للموعظه على الجبل تجد الرب يسوع بيمدح التواضع، تجد المسيح بيمدح انسحاق القلب، الرحمه، بيمدح الطهاره، بيمدح الجوع والعطش لله، بيمدح الحزن على الخطيه، بيمدح محبه السلام ومحبه الناس واحتمال الاضطهاد، بيمدح خدمه الاخرين والتعامل معهم بالرحمه والشفقه عكس مفاهيم العالم. التطويبات او البركات لابد ان نفهم منها انها ليست هي الشرط للحصول على السعاده، لكن التطويبات او البركات اللي انتم شايفينها الكتاب بيتكلم عن صفات هؤلاء الفرحون المؤثرون في بريه العالم الذي نعيش فيه، هم ليهم صفات المسيح. الناس اللي بتاثر في العالم، ملح الارض، نور العالم، هم للمسيح اللي موجود في حياتهم. واحد من الكتاب قال إن العظماء الآن في العالم هم فقط المصلون، لأن صلواتنا بتأثر في العالم اللي احنا عايشين فيه. المنعم عليهم في هذا الزمان الصعب اللي احنا عايشين فيه ليسوا هم المشغولين بأنفسهم. التطويبات مش بتتكلم عن ناس مشغولة بنفسها، لكن ناس مشغولة بأمور ملكوت الله، ناس مشغولة ليست مشغولة بأمور العالم المادي اللي عايشين فيه، لكن بأمور ملكوت الله، العالم الروحي غير المرئي اللي احنا عايشين فيه. هؤلاء هم المطوبون. هو الإنسان المسكين بالروح. المسكنة بالروح صفة مرة تاني. الإنسان المسكين بالروح هو الإنسان الذي يعلم عمق احتياجه لربنا كل يوم. كل يوم تدرك في أعماق قلبك إنك ما تقدرش تعيش من غير ربنا. هي دي المسكنة بالروح. دي المسكنة بالروح. المسكين بالروح لا يغلب من الكبرياء. الإنسان اللي جوه قلبه احتياج لربنا، استحالة الخطية الكبرياء إنها تغلبه، استحالة إنها تهزمه. مسكين بالروح مش الإنسان الفقير مادياً، لكن هو الإنسان الغير مكتفي من ربنا، عايز أكتر كل يوم من الرب، عايز أكتر، جعان باستمرار من جهة علاقته مع ربنا، عايز more of God، عايز المزيد، مدرك حاجته ربنا، كنوز العالم، نجاحات العالم استحالة أنها تشبع قلبه. مسكين بالروح. يسوع بيقول على المؤمنين على 13، يقول بسبب هذه البركات اللي موجودة في حياتكم، بسبب صفات الله الظاهرة فيكم، بسبب إنعام ربنا عليكم، المسيح بيقول على المؤمنين أنتم إيه؟ أنتم ملح الأرض. عدد 13 وعدد 14 بيقول أنتم نور العالم. ملح الأرض ونور العالم في هذا الزمان، تصوروا بقى، هم المساكين بالروح، هم الحزانة على خطاياهم، هم الودعاء. نور العالم وملح الأرض، الله بيقول مش العظماء، مش بيقول الأغنياء، الأقوياء، الرؤساء، الجبابرة، المسيح بيقول الجياع والعطاش إلى البر، الرحماء، أنقياء القلب، صانعي السلام، المطرودين من أجل البر. رب يقول يا بركة هؤلاء لأن ملكوت الله قد أتى إليهم، يستعلن من خلالهم، ليهم ومن خلالهم. مين هو ربنا؟ مين هو ربنا؟ أي امتياز لينا؟ أي امتياز لي أنا؟ أي امتياز لي إن أنا أبقى ماشي على رجلي وفي هذا الجسد، في روحي، في كياني، في هذا الهيكل، الناس يشوفوا فيا ربنا؟ مش من كلامي بس، من علاقاتي، من أفعالي، من أهدافي، من اختياراتي، من قراراتي، من سلوكي، من تصرفاتي، الناس يشوفوا فيها ربنا. المسيح بيقول طوبى لهؤلاء، هؤلاء من يأتي إليهم الله لكي يسدد إعوازهم، ليس جوع الجسد للخبز لكن جوع النفس والروح للعلاقة مع الله. هؤلاء مباركين.
يسوع بيقول هؤلاء هم المؤثرين في هذا العالم، الناس المنتبهة لاحتياجهم الحقيقي، الناس المنتبهة اللي العالم مش غالبهم، الناس اللي مش بتدور في الساقية بتاعت العالم، عمالة يوم بعد يوم وهم الناس غير مدركة ايه اللي بيحصل في حياتهم، من عمل ننام ونصحى ونصحى وننام ونشتغل ونتخانق ونفكر في عيالنا ونفكر في نفسنا، احنا بنخسر بركات كتيرة في حياتنا. البركة مش لدول، لا 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 لا، البركة اللي مدرك احتياجه ربنا. المسيح بيقول هؤلاء هم المؤثرين في العالم، بيقول ملح الأرض. شوف المسيح بيشبه المؤمن بالإيه؟ بالملح. فكر في الملح بيعمل إيه؟ الملح بيحفظ الوسط المحيط بيه من الفساد. الرب وضعنا مدينة موضوعة، ربنا وضعك في العمل في مكانك، في مكانك عشان ربنا عايز يضع من خلال حياتك حد للخطية. ربنا وضعك وسط عيلتك لأن الله يريد أنه يضع حد للخطية بسببك أنت. حياة الله فيك ملح الأرض. الملح بيدوب، الملح بيدوب بيختفي، حياة الإخفاء، حياة الاتضاع، لكن الملح بيعطي طعم إيه؟ الطعام. حلاوة المسيح بتظهر فينا، بتظهر من خلال اتضاعنا. المسيح بيشبهنا بيقول هؤلاء المنعم عليهم هم ملح الأرض، أينما تواجدوا يسببوا العطش والجوع الروحي لله بسببك أنت في عملك. الناس تعطش لربنا، الناس يدخلها اشتياق إنها تتعرف على حياة ربنا بسببك أنت، بسببك أنت، بسببك أنت، النفوس تجوع وتعطش لله. المسيح يقول أنتم نور العالم، بيقول مدينة موضوعة على جبل. المسيح بيشبه المؤمنين بالمدينة وبيقول فيها نور، فيها نور. ليه؟ لأن أنا وإنت بنمنح العالم النور، نور معرفة المسيح. أنا وإنت عندنا رسالة الخلاص، أنا وإنت عندنا الإنجيل، عارفين، عارفين واختبرنا موت المسيح وقيامته من أجلنا، عشان إحنا نور، نور. النور الموجود عندنا معرفة الخلاص والمخلص الرب يسوع، عشان كده حياة الكنيسة الله بيستخدم الكنيسة عشان تحطم سجون الأسر اللي عالم عايشة، الخطاة عايشين فيها مسجونين ومأسورين، الناس عايشة في خطية برة وسط عائلاتنا وسط أعمالنا وسط جيراننا، في ناس مربوطة، في ناس ممسوكة. عشان كده النهاردة كلمة المسيح افتحوا السجون، اطلقوا الأسرى أحرار. ليه؟ للمسيح موجود فينا، الله أنعم علينا بحضوره وبحياته، عشان كده معانا رسالة، أنتم نور العالم، عندنا رسالة الخلاص. بين الحين والآخر ممكن يقعد ناس معايا يقولوا لي رؤيتنا إيه يا أسيس؟ رؤيتنا إيه يا أسيس؟ عايز تسمع رؤية الكنيسة؟ قلنا رؤية الكنيسة كتير. عايز تعرف رؤيتنا؟ نحن كنيسة نؤمن أن الرب يسوع دعانا من العالم بالخلاص وحياة الاختلاف، وأرسلنا لنغير ونضيء برسالة الإنجيل، وأينما ذهبنا وأينما تواجدنا في بيوتنا وسط أعمالنا في شوارعنا مع جيراننا مع أصحابنا مع أصدقائنا نقدم الحب والشفاء ورسالة الخلاص، وحتى نعيش كنور وملح. الله دعانا أن نكون ناضجين روحيا ومشفيين نفسيا. إيه رؤية الكنيسة يا سيس؟ هي دي رؤية الكنيسة، هي دي رؤيتنا. لما بهتم أقول بيوتنا، حياتنا الزوجية تكون صحيحة. ليه؟ البيت لما يكون صحيح الكنيسة صحيحة، حياتك تكون صحيحة، عملك يكون صحيح. هي دي رؤيتنا، نكون نور وملح، نكون منارة. هي دي رؤية الكنيسة الإنجيلية في تورونتو في كندا، نكون منارة، فينا يظهر نور المسيح، حياة المسيح أينما تواجدنا وأينما ذهبنا، في عملنا، في شغلنا، في الشارع، في البيت، في كل حتة. حياة المسيح تنير للناس، تقود الناس للخلاص، تقود الناس للحياة الأبدية. هي دي رؤية الكنيسة. مش كده؟ احترسوا، احترسوا. لما المسيح بص، بص المسيح بيقول ايه، خد بالك بقى،
نرجع تاني. بص بعينك كده، بص بعينك. المسيح بيقول ايه؟ عدد 14 بيقول انتم نور العالم، لا يمكن ان تخفى مدينة موضوع على جبل. اذا المدينة ممكن تخفى ولا لا؟ حياتنا، حياتنا ممكن تخفى. ايوه ممكن تخفى، في سحاب كتير ممكن يخفي النور الموجود فينا، فاعمالنا سلوكنا وتصرفاتنا ممكن الناس ما يشوفوش فينا المسيح. فمرات كتيرة ممكن تقعد في الكافيتيريا زيك زي الاخرين، تنم مع المدير بتاعك، تتكلم مع الناس، انت بتخفي النور الموجود في حياتك. حياة التذمر، الغضب اللي موجود باستمرار، احنا بنخفي حياة المسيح الموجودة فينا. عشان يسوع يقول لا يمكن، لا يمكن ان تخفى مدينة موضوع على جبل. حياة المسيح تضيء فيك وتضيء من خلالك للآخرين. المواعظ على الجبل، التطويبات بتتكلم عن شهادة الحياة. كل بركات أنعم بيها علينا في حياتنا المسيح هي من أجل أن نكون شهود له، أن نكون نور العالم، نكون نور العالم. النور ده موضوع على الأرض دي، في أي مكان أنت ذهبت فيه مسيح معاك، مسيح معاك. آخر مرة ربحت نفس المسيح أنت؟ آخر مرة كلمت نفس عن المسيح أنت؟ آخر مرة فتحت رسالة الإنجيل للناس أنت؟ آخر مرة صليت لإنسان غيرك أنت؟ آخر مرة كان أنت؟ المنعم عليهم هم هؤلاء الشاهدين للمسيح. أنا متهيألي إحنا مفروض نتوب قدام ربنا، إحنا مفروض نتوب قدام ربنا. رأيكم نصلي نغمض عينينا قدام الرب. مجد الله هو إعلان الله. عايز تدي المجد لربنا؟ كل يوم حد بنقف في التسبيح نقول له نعطيك المجد، نعطيك المجد، نعطيك المجد. أنت عارف إيه هو المجد؟ المجد هو إعلان الله، إعلانه. هذا ما يظهر الله للعالم. صعب حياتنا المسيحية تكون من أجلنا إحنا بس. صعب إن إحنا مفيش جوه قلوبنا غير عن الناس اللي كل يوم بتهلك في الشارع. هتفكر كتير في حياتي، أنا ما عملتش حاجة أستحق عليها الحياة الأبدية. لم أصنع شيء في حياتي أستحق عليه الغفران. واحد جاري في يوم من الأيام قال لي تعال أحضر مؤتمر في الكنيسة الإنجيلية. كان ردي قلت له يعني إيه كنيسة إنجيلية؟ ما كنتش أعرف إيه كنيسة الإنجيلية، ما كنتش أعرف يعني إيه كنيسة إنجيلية. لكن رحت اتقابلت مع الرب، ما حدش كلمني، ما سمعتش رسالة خلاص كنت بحكي يوم الجمعة، ما سمعتش حاجة، وأنا لوحدي بدأت أبكي. والأول يوم في حياتي أشعر إن أنا إنسان خاطي، وتبت واعترفت بخطاياي وأدركت مدى احتياجي لربنا، وإن الفراغ اللي موجود في قلبي لا علاقات ولا أي شيء في العالم هيملى الفراغ اللي في قلبي، إنما قد خلقتني يا الله من أجل نفسك زي ما القديس أغسطينوس بيقول. ونفسي لا ترتاح إلى فيك، أبديتي وخلاصي هو فيك أنت. وترميت عن النعمة الأبدية ورب خلصني، واقف قدامكم راعي كان عايش في يوم من الأيام في الخطية، راعي اللي واقف قدامك ثلاث مرات وهو صغير حاول ينتحر لأنه غير مدرك إيه هدف الحياة. لكن رب رحمني، بس واحد وجه لي الدعوة قال لي تعالى نحضر مؤتمر، تعالى. آخر مرة دعيت واحد للكنيسة إمتى؟ آخر مرة دعيت إنسان للكنيسة إمتى؟ ولا ربما تكون بتخجل تقول للإنسان إنك أنت بتروح الكنيسة دي؟ ها؟ آخر مرة فكرت في جارك إمتى؟ آخر مرة صليت للناس إمتى؟ أنا حاطط قدامكم نبز وأناجيل وشرايط عن المسيح. إملى بيتك، إملى عربيتك، خد معاك نبزة، خد معاك إنجيل، عشان لما تتقابل مع الناس تقدم حاجة، تبقى عملي، تاخد موقف حقيقي في ملكوت الله. كفاية كفاية، enough enough، كفاية عايشين من أجل نفسنا، كفاية 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 كفاية، ما بنفكرش غير في احتياجاتنا ونفوسنا وبيتنا وعيالنا ومستقبلنا وأموالنا وعربيتنا وبيتنا وكلبنا، كل حاجة بنفكر فيها، احنا بنفكرش في حاجة تاني. أحبائي أصلي إن المسيح يحرك قلوبكم النهاردة. أنعم علينا من أجله الحياة الأبدية اللي ادهنا من أجله. أنا بصلي الكنيسة دي تتملي خطاه يا رب، بصلي في اسم يسوع إنه في 2014
ترسل ناس تعبانة من شوارع تورونتو يا رب، ترسل ناس مقيدة بالخطية من شوارع تورونتو، املى كنيسة بالخطاة عشان يعرفوك رب وسيد ومخلص. أرجوك يا رب في اسم يسوع، أرجوك يا رب. المؤمنين أسبوع بيجوا أسبوع ما بيجوش، أديكم شايفين كنيسة فاضية، في اللي بيجي وفي اللي ما بيجيش، لكن معانا اللي الناس تشتاق له بره تسمع عنه. لو دعيت واحد سمع رسالة الخلاص الله هيغير حياته. عشان كده فكر في الرب، قول له اديني نعمة السنة دي يا رب. غيرني ربي. اقف على رجلك قدام الرب. علشان تشوف فيا يسوع. سبح من قلبك بصدق، مش بس لساني بصدق او كلماتي، لكن اعيش تسبيحة ليسوع، اسهر اصلي فاكر رسالتي، واتعلم ربي تاني انتظار، واحيا شهادة مسحة وإرادة، وفي حياتي دايما بالثمار. غيرني ربي، غيرني ربي، ولمس حياتي عشان تشوف الناس فيا يسوع، مش بس لساني أو كلماتي، لكن أعيش تسبيحا ليسوع، بسهر وأصلي أسهر وأصلي فاكر رسالتي، وأتعلم ربي تاني الانتظار، أحيا شهادة مسحة وإرادة، وتفي حياتي دايما بفسار، واقف على الأسوار وبنادي بإيماني وبأماني بكلامي بترنيماتي، يسوعي هيكون نور علاني. نفسي وأنت موجود في مكانك، مدينة موضوعة على جبل، الله وضع حياتك على الملأ لكي يراها الآخرون المحيطين بيك، جيرانك، جيرانك، قرايبك اللي في العيلة، إخواتك وخواتك، أهلك، أصدقائك، معارفك، الناس اللي أنت مش بتفكر فيهم، بس لازم حياتك تبقى صح، حياتك تبقى صح. الرب يكلم على الوداع، الرب يكلم على المسكنة بالروح، الرب يكلم على صفات المسيح فينا. مش كده صلي للناس المحيطة بيك، وأنا جاي في العمل، زوجتي كانت بتصلي لزمايلها، بتصلي للهندوسي، بتصلي للمسلم في العمل، بتسلم بتصلي للملحد اللي ما يعرفش ربنا، صلي لزمايلك في العمل، انشغل بالناس، انشغل بالناس، صلي. يمكن تقول يا أسيس مش عارف أعمل إيه، صلي من أجل الناس، الرب هيضع في يوم الأيام نفوس محتاجاك. في نوبس محطوطة وأناجيل وشريط المسيح. أنا قعدت في فندق شيراتون جيت واي اللي في ترمال 3 في المطار، كان معايا شريطين بيتكلموا عن المسيح سنة كاملة، كانوا بيعدوا على كل اللي بيشتغلوا في الفندق من واحد للتاني للتالت للرابع، فيلم المسيح.
كان بيعدي على كل الناس في الفندق. قدم المسيح للناس، قدم شريط، قدم نبذة، قدم حب، قدم عمل، ارحم، اغفر، شجع، اظهر صفات شخصية المسيح، وصلي من أجل الآخرين. فكر في أشخاص وانت قاعد في مكانك، فكر في عدة أشخاص صلي من أجلهم. لو عايز تتقدم، أنا مش حاطط النبذة دي عشان بستعرض إن إحنا عندنا، لو عايز تاخد نبذة أو شريط ترميه في عربيتك. مش هنسى في يوم من الأيام، في سنة من السنين، كنا موجودين في نهضة، وطلعت لي واحدة أنا عمري ما شفتها في حياتي ولا أعرفها. قالت يا أسيس شريف، أنت ما تعرفنيش. بصلها وضحكت وقلت لها أنا ما أعرفكيش. قالت لي وأنا أول مرة أشوفك، واحد قال لي هو ده الأسيس شريف. قلت لها أيوة. إيه؟ قالت لي أنا في يوم من الأيام أنا وجوزي نزلنا في مول، وسبنا إزاز العربية مفتوح حاجة بسيطة عشان يتوه في الحر بالصيف. قلت لها وبعدين؟ قالت لي كنا متخانقين إحنا الاتنين ومصممين على الطلاق أنا وجوزي. قلت لها وبعدين؟ قالت لي فتحنا العربية بعد ما نهينا المشوار بتاع المول ودخلنا، لقينا شريط خدمة ليك مرمي في العربية. جوزي أخده وحطه في السي دي في العربية، حطه يشغله، وبدأنا نسمع. وكنت بتتكلم عن قداسة الحياة. أنا عايز أقول لك يا أسيس، كلمة ربنا غيرتنا، كلمة ربنا رحمتنا من الانفصال. بيتنا اللي كان هيتخرب، الرب داخل بيتنا لما سمعنا الكلمة. ربنا يباركك. قلت لها أشكرك إنك قلتيلي. أنا ما أعرفش مين اللي رمى الشريط، أنا ما أعرفش. كلمة ربنا، ناس جعانة، ناس مشتاقة تعرف عن المسيح. وانت كل اسبوع بتيجي بتسمع الرب، بتيجي والناس تعبانة برة. اصنع حاجة، اعمل حاجة من اجل الناس، اعمل حاجة من اجل الناس. صلي 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 من اجل الناس. انا هرجع لك، انا هرجع لك من تاني، انا راجع لمكاني، واقف على الأسوار وبنادي بإيماني وبأغاني، بكلامي بترنيماتي، يسوع يعيد النور علي. نقول آخر مرة مع بعض، أنا برجع لك من تاني، أنا هرجع لك من تاني، أنا راجع لمكاني، واقف على الأسوار وبنادي بإيماني وبأغاني، بكلامي بترنيماتي، يسوع هيكون نور علاني. سيب لحظات لو حد عايز يرفع قلبه بالصلاة للرب، صلاة مركزة. عايز ترفع قلبك بالصلاة للرب، صلاة مركزة ومختصرة. سيب ثواني لو عايز تصلي للرب، عايز تطلب الرب. يا رب صلي يا رب، يكون يا رب شهادة ونور يا رب لمجدك في كل مكان يا رب أروحه. أيوة. أكون يا رب حسب قلبك يا رب، أعلن نور المسيح يا رب، أكون مسكين يا رب روح يا رب. نعم. في اسم يسوع اعطيني يا رب يا رب العطية دي يا رب، أكون يا رب أشتاق ليك أكتر يا رب. يا رب بصلي من أجل يا رب كل حياتنا يا رب، وأولادنا يكونوا شهادة عنك يا رب حتى هم مش عارفين يا رب. يا رب روحك يملأ يا رب، يملأ يا رب بحضورك يا رب في حياتنا، وناس تشوف يسوع يا رب. في اسم يسوع يكون يا رب نحقق الغرض اللي جينا. نعم يا رب. نعم. في اسم يسوع. أمين. في اسم يسوع نصلي. روح الرب علينا، أرسلنا لنعلن خلاص، لنفتح عيني الأعمى باسمه، ونطلق أسر الشيطان. كل القلب، كل حماس وكل القلب. روح ربي علينا، أرسلنا لنعلن خلاص، لنفتح عيني الأعمى باسمي، ونطلق أسر الشيطان.
الظلمة تغطي الأمم أما علينا فيشرق نور وهذا يرتع السماء يشرق كالشمس في ضيائها صوتك المياه عيناك تلبنا هادئا بالمجد ينصر في ضيائها صوتك المياه عيناه الودنا هاديا بالمجد لينصرنا روح الرب روح الرب علينا أرسلنا لنعلن قرار لنفتح عيني الأعمى لاسمي ونطلق أسر الشيطان روح الرب روح الرب علينا أرسلنا لنعلن خلاص لنفتح عيني الأعمى باسمي ونطلق أسر الشيطان قد جاءت أيام الحصاد لنجمع ونقصد الظلمة تغطي الأمم أما علينا فيشرق نور هو هذا يركب السماء يشرق كالشمس في ضيائها صوتك المياه عيناه تلهبنا هادئا بالمجد لينصرنا يشرق كالشمس في ضيائها صوتك المياه عيناه تلهبنا هاديا بالمجد لينصرنا هاديا بالمجد لينصرنا عظم اسمك مسحتك المقدسة تأتي علينا نمتلئ بقوة الروح الآن باسم الرب يسوع البسنا يا روح الله املانا فيض فينا بقوة غير على ربح النفوس لنكون نور نور وملح في هذه الأرض يا رب لكن لنكون مثمرين في الأرض التي نعيش عليها يا رب انت قلت من أجلي من أجلي من أجلك انت يا رب نقدم حياتنا من أجلك نقدم زواتنا من أجلك يا رب نقدم أوقاتنا وتكريسنا وصلواتنا يا رب أمامك باسم يسوع ليمتد ملكوتك من خلال حياتنا يا رب ليمتد ملكوتك من خلال حياة شعبك باسم الرب يسوع يا رب النهاردة أنا بتفق مع كنيستك بصلي يا رب املك كنيسة خطاه املك كنيسة مقيدين يا رب املك كنيسة نفوس مسكونة بالأرواح الشريرة لكيما نحررهم باسم فتاك القدوس يسوع لكي ما نقدم ليهم رسالة الخلاص يا رب املأ الكنيسة بالنفوس ما تعرفكش املأ الكنيسة بالنفوس من جميع الأديان ليعلموا أن يسوع هو نور العالم وأنه هو رجاء ومخلص الأمم ارسل يا رب افتح كنيستك افتح يا رب الكنيسة شيل السحاب اللي موجود على حياتنا اللي بيحجب المدينة الموضوع على جبل باسم الرب يسوع اعطينا يا رب ان نؤثر في اعمالنا في بيوتنا اعطينا يا رب ان نشهد يا رب مع جيراننا وعائلاتنا واصدقائنا الهب قلوبنا بالغير على مجد اسمك من فضلك يا رب من فضلك من فضلك يا رب من فضلك من فضلك يا رب مش عايزين نلعب كنيسة مش عايزين نلعب كنيسة مش عايز اكون انا القسيس للكنيسة اللي بتلعب كنيسة ارحمني يا رب كراعي اعطيني ان ارى خلاص النفوس يا رب من فضلك اعطيني ان ارى نفوس حياتها بتتغير من خلال حياة هذه الكنيسة من فضلك يا رب من فضلك يا رب ائتمنا ائتمنا يا رب وتنازل وارسل هؤلاء يا رب من فضلك افتح ابواب مغلقه موجوده امامنا يا رب اعطي لينا فرص للكرازه يا رب من فضلك لربح النفوس في اسم يسوع في اسم الرب يسوع انتم نور العالم انتم نور العالم يا رب نستقبل مجدك فينا النهارده يا رب لكي ما نضيء يا رب رساله الخلاص رساله الاعلان
يا رب المعرفة، معرفة المخلص الرب يسوع ملك الملوك ورب الأرباب. ليك المجد النهاردة، نتضع أمامك يا رب. أشكرك عشان كلمتك، حلاوة كلمتك، حلاوة كلمتك. أشكرك فتح كلامك ينير يعقل الجهال. أباركك يا رب لأنك ترسل كلمتك يا رب كمطرقة تحطم الصخرة. أشكرك يا رب أنك ترسل كلمتك كنار تأكل كل عشب، كل أمور مغلوطة في حياتنا، كل مشغولية بالعالم وبأنفسنا. أنت يا رب قلت اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. انت وعدتنا يا رب وانت امين، لما نهتم بامورك انت بتعد تهتم بكل احتياجاتنا وتسددها. واحنا عايشين في الارض يا رب منكبين على احتياجاتنا فقط، ونسين يا رب، نسين انك اديتنا الحياة وباركتنا كمان من اجلك عشان نكون حياتنا شاهدة يا رب للاخرين المحيطين بينا. ثبت كلمتك فينا يا رب من فضلك في اسم يسوع. ثبت كلمتك فينا يا رب النهاردة، وأعطينا غيرة، أعطينا غيرة لربح النفوس. والقادر أن يحفظكم غير عاسرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان. نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم. يا شعب رب امضوا بسلام، امضوا بسلام، سلام المسيح ليكم ومن خلالكم للآخرين. شعب الرب يقول أمين أمين. امضوا بسلام، امضوا بسلام، امضوا بسلام. سلام المسيح معكم.